الدوتش بنستخدمها لما نكون عايزين نفتح جزء معين في الصورة، لو اخترناها كده وجينا على حتة الفتحة باجي اروح مفتحها بزيادة، واجي هنا اروح مفتحها برضه بزيادة. طيب الدوتش تول ليها فوق هنا في الاوبشن بار مجموعة خصائص اللي هي الرينج، الخاصية الأولانية الجزء اللي أنا عايزة أفتحه ده، هل هي المناطق الغامقة اللي هي الشادوز، ولا المناطق الفاتحة اللي هي الهايلايتس، ولا المناطق العادية اللي هي الميد تونز. اللي أنا اشتغلنا بيها كانت هي الميد تون. لو أنا عايزة أفتح بس الحاجات اللي أوريدي فاتحة بختار الهايلايتس. نيجي نجرب هنا، هنلاحظ إن هو إيه، بيفتح بس الجزء اللي معانا اللي في الشعر، لكن مفتحش الشعر كلها. لكن لو كنا مختارين الميد تونز ونيجي نشتغل، هنلاقي التفتيح بيبقى الشعر كله. طيب لو اخترنا الشادوز او المناطق الغامقة، هنختار هنا هذه الاجزاء الغامقة نفتحها، وهنا الاكسبوجر درجة الاضاءة او التفتيح تبقى عالية خالص ولا تبقى قليلة، بدي درجة الاضاءة. وهنا انا بعمل اضاءة او بفتح ايه بالظبط، بفتح الاماكن الغامقة اللي هي الشادوز، ولا الاماكن الفاتحة اللي هي الهايلايتس، ولا الاماكن العادية اللي هي الميد تونز. التول اللي بعد كده هي اسمها البيرن تول، الهدف منها ان انا اغمق اجزاء في الصورة. هنلاحظ برضو ان هي ليها نفس الخصائص فوق، انا عايزه اغمق الاجزاء العاديه ولا الاجزاء الاوريدي غامقه اللي هي الشادوز، ولا الاجزاء الفاتحه اللي هي الهايلايتس، وبرضو عايزه اغمق بانهي درجه، بدرجه عاديه ولا بدرجه بسيطه. تمام، نيجي احنا مثلا اخترناها كده، وانا كل عايزه اغمق المناطق الاوريدي الغامقه فبختار الشادوز. وبعدين هاجي هنا على المناطق الغامقة واروح ماشي عليها عشان اغمق بزيادة. دايما بيستخدموا التولز دي اللي هي الدوج والبيرن، في ان هما زي ما شفنا كده ان هما يعملوا ايه كونتراست عالي للصورة، يعني يبرزوها جدا، وبعد تفاصيل بنته بحد اكتر.